بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ملهم نهضة وطن. أما طريقة الاختبار فتتم كالتالي: نفترض أن قيمة البيك أب كارنت هي 5 أمبير، فنقوم من خلال جهاز الحقن بحقن 4 أمبير وهي قيمة أقل من قيمة البيك أب كارنت، ومن ثم نقوم برفعها تدريجيا حتى نصل إلى 5 أمبير ونلاحظ هل عمل أو هل أعطى الريلي بيك أب سيجنال أم لا. فإذا ظهرت إشارة البيك أب ألارم نقوم بتسجيل القيمة التي ظهرت عندها إشارة البيك أب ألارم تسمى البيك أب كارنت، ومن ثم نقوم بخفض الكرنت تدريجيا حتى زوال هذه الإشارة، وعندها نقوم بتسجيل قيمة الكرنت عند زوال هذه الإشارة والتي تسمى دروب أوف كرنت. وعادة ما يتم وضع زمن التشغيل الخاص بالريلي عند اختبار البيك أب كرنت بأن يكون زيرو، وذلك إذا أردت الحصول على فيدباك من خلال الباينري أوتبوت للريلي. وعادة ما يتم توصيل الأوتبوت كونتاكت الخارج من الريلي من خلال الملتيميتر، ونضع على الملتيميتر خاصية البزر. فإذا أغلق الأوتبوت كونتاكت فهذا يعني أن الملتيميتر سوف يعطي بزر، وهذا دليل على أنه حدث بيك أب كرنت، وذلك لأن زمن الفصل هو زيرو. وعندها نقوم بتسجيل قيمة البيك أب كرنت، ومن ثم نقوم بخفض قيمة الكرنت تدريجيا حتى يزول صوت البزر، ونسجل قيمة الدروب أوف كرنت. والهدف من قياس قيمة البيك أب والدروب أوف كرنت هو حساب الريست فاكتور. ولفهم معنى هذا الريست فاكتور فإننا نتخيل حدوث عطل أدى إلى زيادة التيار على قيمة أعلى من قيمة البيك أب كرنت، مما أدى إلى أن التايمر في داخل الريلي بدأ بالعد لإصدار إشارة التريب. ولكن لنفترض بأن هذا العطل من نوع ترانزيانت فولت، بمعنى أن قيمة تيار العطل انخفضت بشكل سريع قبل أن يشتغل الريلي. فنحن نتوقع في مثل هذه الحالة أن يرجع الريلي عن قرار التريب بشكل سريع جدا لانخفاض قيمة تيار العطل عن قيمة البيك أب كرنت. هذا الرجوع هو ما يسمى بالدروب أوف. ولقياس سرعة استجابة التغير في التيار فإننا نقوم بحساب الريست فاكتور، والذي يساوي I drop off على I pick up current. وبالطبع فإن هذه القيمة سوف تكون أقل من 1، وكلما اقتربت الريست فاكتور من 1 كلما كان هذا الريلي أكثر حساسية، لأن الوضع الطبيعي أن قيمة التيار لو كانت أقل من قيمة البيك أب كرنت ولو 1 بالألف من قيمة البيك أب كرنت يجب أن لا يعمل الريلي. والريست فاكتور هو أحد العوامل الهامة التي يتم من خلاله المفاضلة بين الريليهات لشركات التصنيع المختلفة. أما الاختبار الثاني للأوفر كرنت والإيرث فولت ريلي هو التايمينج تيست. الآن الاختبار الأول هو البيك أب تيست، والاختبار الثاني هو التايمينج تيست. فمثلا لو كان لدي ديفينيت تايم وزمن الفصل له 5 ثواني، فإن هذا الريلي يجب أن يفصل بعد 5 ثواني، ليس بعد 4 ثواني ولا بعد 6 ثواني. وعلي فإنني يجب أن أتأكد بأن زمن الفصل هو 5 ثواني من خلال التايمينج تيست. أما إذا كانت الكاركترستيك المستخدمة في هذا الأوفر كرنت ريلي أو الإيرث فولت ريلي هو إنفرس تايم كيرف، فإننا نستخدم المعادلات الخاصة بها لحساب زمن الفصل. فمثلا لو كان الكيرف المستخدم هو نورمالي إنفرس كيرف، فإنه يجب لي أن أعرف ما هي قيمة TMS حتى أستطيع حساب زمن الفصل المتوقع. وبما أنه inverse curve هذا يعني بأن زمن الفصل يختلف باختلاف قيمة التيار، حيث كلما ارتفع قيمة تيار العطل انخفض زمن الفصل. وعليه فإننا نقوم بحساب زمن الفصل عند 2.5 و3.5 و5 أضعاف قيمة setting current، حيث يمكن لنا حساب زمن الفصل في حالة النورمال انفرس إما باستخدام المعادلة الخاصة بالنورمال انفرس أو من خلال الكيرفات الخاصة بالنورمال انفرس. ويمكن استخدام إكسل شيت جاهزة خاصة بحسابات زمن الفصل للأوفر كرنت والإيرث فولت، تجدونها أسفل هذه الحلقة، حيث يتم من خلالها وضع نوع الكيرف وقيمة TMS وقيمة تيار العطل، وعليه يقوم بحساب زمن الفصل لك.
وبعد الانتهاء من حساب زمن الفصل المتوقع عند ضعفين وثلاث أضعاف وخمس أضعاف قيمة السيتنج، فإننا نقوم بالفعل بحقن هذه التيارات وانتظار زمن الفصل المتوقع، ومن ثم نقوم بمقارنة زمن الفصل الناتج بالزمن الفصل المحسوب، ونقوم بحساب نسبة الخطأ بينهما. أما إذا كنت تختبر البيك أب كارنت للإنستانتينيوس أوفر كارنت وكانت قيمة السيتنج عالية جدا، فلا يمكن لك أبدا أن تقوم برفع قيمة التيار تدريجيا لاختبار قيمة البيك أب كارنت، وذلك لأن قيمة التيار العالية يمكن أن تحرق الكارنت وايندينج الخاصة بالريلي، وبالتالي فإننا نقوم بعمل هذا الاختبار على شكل بلسز، بمعنى أننا نقوم برفع قيمة التيار درجة واحدة فقط، ونقوم بعمل on off والتأكد من أن الريلي قد عمل أم لا. فإذا لم يعمل الريلي نقوم برفع التيار درجة أخرى ونعمل on off مرة ثانية إلى أن يعمل الريلي. إياك أن تحقن بشكل مستمر في حالة الانستانتينيوس أوفر كارنت، ولا داعي هنا لاختبار الدروب أوف كارنت لأنه غير ممكن. ملهم، نهضة وطن. أما بالنسبة للإيرث فولت فإننا نستخدم نفس طريقة الأوفر كارنت تماما ولا تختلف عنها، إلا أن الأوفر كارنت تكون على الريد واليلو والبلو، أما الإيرث فولت فتكون فقط على النيوترال. هناك بعض الملاحظات والنصائح العملية الخاصة باختبار الأوفر كارنت والإيرث فولت ريلي. أولا، تأكد من قيمة التيار الذي يتحمل الواير قبل أن تحقن فيه أي تيار حتى لا يحترق. ثانيا، عند حقن قيمة تيار أعلى من قيمة البيك أب كارنت الخاصة بالأوفر كارنت ريلي ولم يعمل الريلي، فتأكد من السيتنج من أن هذا الريلي هو نون دايركشنال أوفر كارنت وليس دايركشنال، حيث من المعلوم أن الدايركشنال أوفر كارنت يحتاج إلى فولتج وكارنت وأنجل حتى يعمل. ثالثا، تأكد من الكونفيجريشن الخاص بالأوتبوت كونتاكت المستخدم للفحص وأنه هو نفس المستخدم للأوفر كارنت والإيرث فولت بروتكشن. رابعا، إذا رفض جهاز الحقن أن يقوم بحقن أي تيار فتأكد من عدم وجود أي أوبن سيركت في الدائرة من خلال كونتينيوتي تيست لكل الوايرز. خامسا، يجب أن يكون لديك ملتي ميتر لتتأكد من أن القيمة الخارجة من هذا الجهاز هي قيمة صحيحة قبل أن تقوم بحقنها إلى الريلي. سادسا، إذا قمت بحقن قيمة تيار أعلى من قيمة البيك أب كارنت ولم يعمل الريلي أصلا، فتأكد من أن الأوفر كارنت فانكشن في داخل الريلي معمول على الوضع أون ولا تعتمد على السوفتوير الموجود في اللابتوب، وإنما تأكد منه من الريلي مباشرة. سابعا، قم بعمل ميجرمنت قبل البدء بأي اختبار من خلال حقن 3 فيز فولتج و 3 فيز كارنت كبالانس والتأكد من أن قيمة التيار في النيوترال هو زيرو، ومن ثم قم بحقن سينجل فيز على الريد وايندينج لتتأكد من أن التيار الذي على الريد وايندينج هو نفس التيار الذي على النيوترال وايندينج، وأن زاوية الريد وايندينج يجب أن تكون نفس زاوية النيوترال وايندينج وليس 180 درجة. ثامنا، يجب عليك مراجعة المانيوال الخاص بهذا الريلي بالإضافة إلى دراسة الدروينج قبل البدء بالاختبار. تاسعا، يجب عليك أن تتأكد من عدم وجود أي إشارة بلوكينج داخل الكونفيجريشن الخاص في هذا الريلي، ويجب أن تتأكد هل هذا الريلي يحتاج إلى السيركت بريكر ستيتس حتى يعمل أم لا. عاشرا، إذا كان الريلي يقرأ قيم تيار غير صحيحة فتأكد مباشرة من نقاط التأريض الخاصة باللوحة، هل هي نفسها نقاط التأريض الخاصة بجهاز الحقن؟ فإذا كانت نقطة التأريض بين الريلي وجهاز الحقن هي نفسها فإنه يجب إزالته فورا، وذلك خوفا من أن يمر circulating current بين نقطتي التأريض يضيع التيار فيها. أما إذا تم عزل جهاز الحقن بالكامل وما زال الريلي يقرأ القيم بشكل خاطئ، فتأكد من أن الفريكوانسي الخاص بالجهاز موافق ومتطابق مع الفريكوانسي الخاص بالريلي، فإذا كان هذا 50 هيرتز يجب أن يكون هذا 50 هيرتز، وإذا كان هذا 60 هيرتز يجب أن يكون هذا أيضا 60 هيرتز. الحادي عشر، إذا كان زمن الفصل خاطئ فيجب عليك أن تتأكد من أن الكيرف المستخدم هل يتبع إلى الـ IEEE standard أو الـ IEC standard. الثاني عشر، إذا كانت قيمة البيك أب كارنت المقاسة خاطئة فتأكد مباشرة من الـ CT ratio المستخدم في الريلي، هل هو نفسه المستخدم على الدروينج؟ وهل البرايمري سيتي ريشيو هو نفسه الاي نورمال كارنت المستخدم في الريلي؟ الثالث عشر، اذا اردت اختبار الايرث فولت بروتكشن وقمت بحقن تيار فلم يعمل، فتاكد اولا بان الايرث فولت بروتكشن او هذه الفانكشن هي اون، فاذا كانت اون فتاكد بانها نون دايركشنال ايرث فولت بروتكشن.
فإذا كانت non directional air fault protection فتأكد من أن هذا air fault هل هو calculated أو measured، ويتم التأكد من ذلك من خلال مراجعة الدروينج. فإذا كان هناك neutral winding خاص لل air fault protection فهو measured air fault. أما إذا كان هناك فقط 3 winding red ويلو وبلو winding ولا يوجد أي winding لل air fault أو للneutral فحينها يجب استخدام calculated air fault. الرابع عشر، عندما تقوم بفصل جهاز الحقن فإنه في بعض الأحيان يقوم هذا الجهاز بشكل أوتوماتيكي بحقن آخر قيمة وضعت عليه، وهذا الحقن قد يؤدي إلى تشغيل الأوفر كارنت ريلي، فلا تقلق في ذلك، فالمشكلة ليست في الريلي وإنما في جهاز الحقن. الخامس عشر، إذا كانت دايركشنال أوفر كارنت يرى الفولت الفورورد كأنه ريفرس وفولت الريفرس كأنه فورورد، فراجع مباشرة البولاريتي الخاص بالوايندينج المركب على الريلي، وتأكد عند حقن سينجل فيز بأن الزاوية بين الريد وايندينج والنيوترال وايندينج يجب أن تكون نفسها وليست 180 درجة. ويجب عليك التأكد بأن الريلي كاركترستيك أنجل المستخدمة في الفاينل سيتينج هل هي لاجينج أم ليدينج؟ فبعض الريليز تختلف في طريقة توصيف الريلي كاركترستيك أنجل، لذا يجب عليك مراجعة المانيوال لمعرفة كيف يرى الريلي هذه الزاوية بالتحديد. ويجب عليك أن تتأكد بأنك تقوم بتغيير زاوية التيار وليس زاوية الجهد، وهذا في الكلاسيك كونسبت للدايركشنال بروتكشن. أما الدايركشنال بروتكشن والتي تعتمد على السيمتريكال كومبوننت فيجب عليك أن تتأكد بأنك تقوم بتغيير زاوية الجهد وإبقاء زاوية التيار على الزيرو. وبهذا القدر نكتفي وننهي دورة الأوفر كارنت والإيرث فولت بروتكشن من سلسلة ملهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ملهم نهضة وطن.